تفضل يا بندر من حائل معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا شيخ، أود بالتفصيل، جزاك الله خير وحلمك علينا شوي بالتفصيل. صلاة الاستخارة، كيفية صلاة الاستخارة؟ هل الدعاء أولا، هل الدعاء يكون قبل السلام؟ ثم هل يقدم الشخص على ما يريده، على ما يهم به، أو ينظر ما كيف تكون يعني؟ وعندي سؤال. صلاة الاستخارة يا أخي، إذا هممت بالشيء ولم يتبين لك أو لم يترجح عندك فعله، فإنك تصلي صلاة الاستخارة. كأن تريد أن تتزوج بامرأة فتستخير هل تصلح أو ما تصلح، تريد أن تشارك أحدا في تجارة وأنت لا تعرفه ولا تجد من يخبرك عنه، فإنك تستخير. فإن ترجح لديك فعل الشيء تمضي فيه، وإن لم يترجح لك فإنك تمتنع من ذلك أو تكرر الاستخارة حتى يترجح عندك الذي تريده. نعم. والدعاء يكون بعد الصلاة، الدعاء يكون بعد الصلاة، تصلي ركعتين أولا من غير الفريضة ثم تدعو بالدعاء بعد الصلاة يا أخي.